بعد وقت قليل بيعطوني اياه بوقت في سياره روجير كوري محترم تكون عم تتحضر ايفو ناين. لتنطلق ايفو 9 انطلقت حاليا. بس يجي توقيت احمد خالد اكيد رح نعطيكم اياه. هون عم نشوف روجي الكوري ايفو 9 إذن روجي بخلص اول بارت. الكل بده يضغط من الباركور بس عم شوفه عم يسوق كثير سيف سايد روجي، يعني منه ضاغط على الاخر. لنشوف هلا أليكس كمان بعد وقت قليل قديه رح يكون عينه على المركز الثالث، على المركز الثالث الجنرال ترتيب العام. شادي فقيه كمان رح يكون بعد وقت قليل على الباركور على ايفو 9 كمان. شادي عم نشوفه موجود بكل الاحداث الرياضيه الميكانيكيه. لنشوف توقيته لشادي فقيه، عمل توقيت الدقيقه 30:52. منيح شادي. ار سي 2 هو بالجروب ان، هو المركز الاول صح بالجروب ان، لانه أليكس عم يشارك على R4 على السياره يلي بيو فات فيها برالي الربيع، يلي مفترض يشارك فيها كمان برالي جزين يعني روجيه، لانه بعد سيارته R5 بيت يلي عمله باسل وقت احمد خالد لا ينطلق دقيقه 31:52. لا ما رح يقدر مش عن باسل، يعني باسل هو يلي فاز بالفرقة طبعا طبعا قلت لك، بس لنشوف عن وقته هو اذا حصل، يعني لنشوف هو اذا حصل وقته الياس عمل الدقيقة اي حصل وقته تقريبا ثانية فاصلة أربعة، يلي هو وقت مش هين ابدا ثانية فاصلة أربعة يعني للاخر هون عم نشوف اذا سيارة ميتسوبيشي ايفو 10 مع احمد خالد، سيارة أحمد خالد ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 كمان. أحمد خالد أفضل وقت لقاله اليوم دقيقة 33 يعني باسل والياس دهني كانوا أسرع منه. لنشوف هلأ إذا رح يقدر يستفيد من الأحصنة اللي عنده ياهن بسيارته. أحمد عم يطور وعم يشارك برا وعم خبرته يشارك خبرته بعالم صح وهو مشوار طويل غياس انت بتعرف أكيد مشوار أكيد. طويل مشوار طويل مكلف ماديا معنويا وقت بده كتير يعني. الوقت هو أكبر 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 مشكلة صح. إذن سيارة إذن شادي فقيه وسيارة شادي فقيه انطلقت هلأ بده يبرم حوالي الملعب. شادي بانتظار بيصلي النتائج، يعني ما بعرف شو صار بطل عم يصلي النتائج آخر شيء. إذا الفقيه عم يخلص برمة الملعب شادي فقيه، اذا هو اللي عنده افضل توقيت بالجروب ان اليوم بسبيد تيست عمشيت. شادي سريع مبين عم يسوق بطريقه كثير نظيفه كمان، يعني بعيد كثير عن الاستعراض، عم يجرب يكسب قد ما فيه ثواني عشر من الثواني على كل كوع لحتى يقدر يحقق وقت يحافظ فيه على مركزه، يعني اكيد هو همه يحافظ على مركز الاول جروب ان. هذا الشيء اللي عم يحاول يعمله اليوم. شفنا يعني سيارات الال 5 الميتسوبيشي تقدموا على سيارات الجروب ان، خاصه رواد الهاشم جوي يلي معه سياره